فعاليات الطب التلطيفي، وحيث الطب التلطيفي هو رعاية شاملة، نظمت مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع الجمعية السعودية لمكافحة السرطان اليوم التثقيفي الأول للطب التلطيفي تحت شعار الطب التلطيفي هو رعاية شاملة. للمزيد في سياق هذا التقرير مع زميلتنا سمر محمود، نتابع سوا. مشاركتنا في المؤتمر التثقيفي الأول للطب التلطيفي بهدف التعريف بحملة كلمتنا الحلوة اللي تهدف أساسا لنشر الكلمة الحلوة المفردة الجميلة وإعادتها إلى خطابنا اليومي. نهدف كذلك من خلال الحملة إلى استقطاب سفراء للإنسانية لنشر المفردة الطيبة وإعادتها لخطابنا اليومي. على أساس حضرتك يعني طبعا عارفة تأثير الكلمة الحلوة على كافة فئات المجتمع، سواء على المستوى الأسري أو على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. فكانت مشاركتنا من خلال الركن التعريفي بالحملة. طبعا حملة كلمتنا الحلوة ترأس مجلس إدارتها الدكتورة ليلى الهلالي، وشاركنا قبل كذا في الكثير والعديد من الأنشطة سواء من المعارض أو الفعاليات التثقيفية أو التوعوية. الوالدة الله يرحمها كانت مريضة سرطان في العمود الفقري، ومعروفين كيف يعانون من الآلام، جم آلام شنيعة جدا. فجأة دخل علينا الدكتور الاستشاري محمد أبو سعدة، وكان صراحة يعني هو المحك اللي غير ينتشل للمريض من حالة إلى أخرى. فجو عرفنا بنفسه وقال أنا الدكتور محمد أبو سعدة استشاري أمراض الطب التلطيفي ووواء إلى آخره. إحنا كنا جاهلين أساسا ولا نعرف إيش أنت الطب التلطيفي، لأول مرة يمر علينا المسمى هذا، لكن بأسلوب بطريقته كان ما شاء الله عليه يطبق، يعني غير أنه طبيب كنت أشوف فيه الناحية العلاجية وأشوف فيه الناحية الدينية، كان مبتسم وكان يبث الأمل للمريض أنه أنت نزل الله عليك شيء الله بيرفعه عنك بالإرادة. وفعلا مارسنا معها العلاج وسوينا عليها، طبقنا جلسات كثيرة فتعافت جدا جدا، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى اختار أمانته، كان محدد لها يوم معين وانتهى أجلها. ولكن أنا ما أنسى اللحظات اللي أنا دخلت فيها العيادة بعد وفاة الوالدة وأنا كنت منهارة تماما، رايحة على أساس أبلغه فقط بحالة وفاة الوالدة، لقيت مو بس انتشل الوالدة الله يرحمها من الألم، حتى أنا احتواني وشرح لي وقال لي معليش أنت معانا، وحتى لو كانت الوالدة هي مريضة سرطان وأنت مو مريضة نحتويك أيضا. وفعلا طبق علي جلسات، أنا عندي ديسك وكنت لما أجي أحرك الوالدة أرفعها أو أشيلها كنت أعاني، ومع ذلك كنت أحاول ما أبين، ما أبغاها تشوف، لو شافت هي راح تتحطم. لكن الطب التلطيفي فعلا يعالج النفسية، أنا أتوقع أن 95% منه نفسي و5% يعتمد على العقاقير. أنت لما تعرف كيف تمارس مهنتك معناته تكون أنت فعلا بارع. أنا أتمنى أني أطيح في طبيب أو في أي مهنة كانت يكون فيها التمكن الروحي الحسي أكثر من أن التمكن الدراسي، وهذا اللي طبقه الاستشاري محمد أبو سعدة ما شاء الله عليه.